حياتنا نعيشها بالآمال، ونرسم حلمنا البكرة، نسافر رحلة الأيام، نحقق فرحة الأحلام مع القادة في كل مجال، ندرس فكر مع فكرة، حياتنا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم في برنامجنا مع القادة. بعد أيام تبدأ العشر الأول من ذي الحجة، أفضل الأيام، كما أن أفضل الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، فإن أفضل الأيام هي أيام العشر الأول من ذي الحجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا جميعا ما نتمنى من الخير، وأن يصرف عنا جميعا كل شر. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم نتكلم عن الشباب والمسابقات. بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الكرام، الأستاذ بوشوي سمير. أهلا بك أستاذ بوشوي. أهلا بحضرتك دكتور، شرفتنا ونورتنا. الله يخليك. كما أرحب أيضا بالأستاذة سارة السيد. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. مشاهدينا الكرام، يعني تهنئة لا بد منها ضباط الشرطة، أبناء الأمن الداخلي المصري اللي مشرفينا في كل مكان. أرق التهاني لهم جميعا، كل من حصل على درجة أعلى مما كان عليه أو من لم يحالفه الحظ، فإن شاء الله أنتم دائما وأبدا في قلوبنا. تحية خاصة للواء خالد شلبي مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ. تحية خاصة للسيد اللواء رمز المزيان مدير أمن محافظة الفيوم. الأخ الحبيب والصديق اللواء محمد مراد مدير أمن محافظة بني سويف. الأخ الحبيب العزيز علي جدا سيادة اللواء مراد العمدة مساعد الوزير للسياحة والأثار، كل من تم ترقيته باسمه وصفته أجمل التهاني لهم جميعا. مشاهدينا الكرام، نتحدث عن المسابقات، لكن تحدثنا في الأسبوع الماضي عن مسابقة النيابة الإدارية كاتب رابع، أو تحديدا قرار 260. حدث أن البعض اعترض أو مش اعترض، يعني قال أن نكتب الجمل وفئة على حساب فئة. في برنامج مع القادة نتبنى كل المسابقات، بل من هذا المكان وجهنا نداء للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير المالية أن يتم البت والانتهاء من كل المسابقات، سواء النيابة الإدارية، المحكمة الكهلية، الشهر العقاري، الطب البيطري، حتى التربية والتعليم، فنحن نقف مع الجميع على مسافة متساوية. لكن اليوم نتحدث عن قرار 260 للأسباب التي أذكرها الآن وسوف تعرض خلال الحلقة. أن البعض اتهمنا أن احنا بنجامل فئة على حساب فئة، وأن أبناء المستشارين اللي هم أخذوا الحكم 260 فقط، كل ما اتصل على أحد أعرف أن هو ليس له أي قريب، لا من بعيد ولا من قريب، من من يعملون في القضاء. أيضا حدث بعض القنوات التي تريد أن تظهر مصر بصورة سيئة أخذت موقف، حدث مع هؤلاء المجموعة، وأرادت أن تصدره للعالم أن مصر بها ما بها من الأزمات. فاليوم إن شاء الله مع بعض هنستعرض إلا حدث معهم، ولماذا نتكلم عن قرار 260 في هذا الحلقة. بداية أستاذ بشوي، أنت ابن من أبناء مصر، من أي محافظة؟ محافظة سوهاج، مركز دمع. محافظة سوهاج. أنت قدمت في المسابقة دي إزاي؟ عرفت أن في مسابقة وجالك الخبر إزاي؟ حضرتك تم الإعلان عن المسابقة دي 30/8/2016 2016 حضرتك تم إعلانها في جريدة رسمية، وأنا علمت عنها عن طريق الصفحة الرسمية لهيئة النيابة الإدارية. أستاذ بشوي سمير، يعني أنا هسألك سؤال وأكيد إن شاء الله تجاوب معي، بس لك حد قريب في يعني سهل لك الأمر أو مستشار أو؟ لا حضرتك، بمنتهى الأمانة، بأمانة أنا ما عنديش حد قريب مستشار نهائي. نعم، يعني ما عنديش أي مستشار حد قريب خالص في هيئة النيابة الإدارية، ولا أي مستشار يقرب لي. تمام، هيئة النيابة الإدارية حضرتك. تمام، ولا أي مستشار في أي هيئة قضائية أخرى. طيب حضرتك لما تم الإعلان عن المسابقة، ايه اللي كان مطلوب عشان تقدم؟ كان مطلوب نموذج طلب التحاق بالوظيفه، ده احنا سحبناه من مبنى الهيئه اللي هو في مدينه السادس من اكتوبر، وكان مطلوب مننا صوره ضوئيه من البطاقه الشخصيه، تمام، شهاده ميلاد، اصل صحيفه احوال جنائيه،
صور فوتوغرافيه واصل شهاده المؤهل سواء اللي حصل على ثانويه عامه او حصل على دبلومات 3 سنين او 5 سنين. طبعا ما فيش حد الاوراق دي جاهزه معاه في البيت. لا طبعا يعني احنا ابتدينا نجهز الاوراق. يعني انا مثلا اجي من سوهاج سافرت القاهره عشان اسحب الملف. وبعد ما سحبت الملف قعدت اروح السجل المدى بحيث اجهز شهاده الميلاد، بعد كده اجهز الفيش الجنائي. وانت طبعا بتتعامل مع الدوله مع مؤسسه فعندك الطمانينه. عندي الطمانينه. وبعد كده جهزنا الاوراق دي ورجعت تاني سوهاج، بعد كده سافرت في الميعاد المحدد للتسليم اللي هي. طب انا هاجي قبل التسليم بس الاول اروح للاستاذه ساره وارجع لحضرتك. استاذه ساره نفس الشيء، يعني انت ازاي عرفت عن المسابقه؟ عرفت هي تعلن عنها في جريدتين رسميين. تمام. وتعلن عنها في الصفحه الرسميه للنيابه الاداريه. تمام. وتعلن عنها في طبعا بيبقى في صفحات كتير للوظائف. تمام. وكده فتعلن عنها في كذا صفحه على الانترنت على الفيسبوك في كذا صفحه للوظائف. تمام. تمام. فروحنا قدمنا زي ما استاذ بوشوي قال، وقدمنا وحضرنا اوراقنا ورحنا قدمنا. وحضرتك واحنا مش حضرنا اوراقنا ورحنا قدمنا كده بسهوله. تمام. احنا رحنا سحبنا ملف اولا. تمام. رحنا سحبنا ملف وبعدين سحب الملف اكيد برضو ما كانش مجانا. لا مش مجانا، ما فيش حاجه مجانا. يعني رحنا سحبنا ملف كان في القاهره. تمام. في اكتوبر رحنا سحبنا الملف، وبعد ما سحبنا الملف خليناه معانا فتره. تمام. تقريبا شهر او حاجه زي كده، كان تقريبا في عيد او كده. بعد العيد جينا هنا برضو القاهره قدمنا الملف. تمام. طبعا استاذ بوشي سمير زاهر حنا، حضرتك وصلت معايا في الحديث ان انت خلاص مسكت الملف وهتروح تقدم. لا، بعد ما خدت الملف رجعت سوهاج جهزت ورقي. تمام. ورجعت تاني القاهره عشان اقدم في الفتره اللي هي كانت من 17/9/2016 حتى 22/9/2016. تمام. في الوقت المحدد ليها. في الوقت المحدد ليها. تمام. فانا جهزت نفسي وسافرت تاني وقدمت. تمام. بعد كده اعلنت ان في امتحانات تحريري هتشرف عليها وزاره التربيه والتعليم. تمام. امتحاننا التحريري، وبعد كده طلعت كشوف من الناس اللي داخله امتحانات شفوي، ودي اشرفت عليها وزاره العدل. رحنا حضرتك امتحاننا امتحان شفوي اشرفت عليه وزاره العدل. طيب يعني انت كده بعد ما قدمت كان في امتحان تحريري. لو سمحت عاوز اضيف يا فندم. اتفضلي. اما نزلت نتيجه الامتحان التحريري، احنا لسه ما هو بيتكلمش عليه، ما وصلش نتيجه لسه، هو لسه تقدم بس. تمام. الاول ما هو عشان استاذ بوشوي دخل على ان نزلت نتيجه الامتحان التحريري، ودخلنا الامتحان اللي هو الثاني اللي بعد كده اللي. نعم. بعديه اللي هي المقابله الشخصيه. طيب هرجع لك بس معانا الاستاذ ايمان من المنوفيه. السلام عليكم استاذ ايمان. السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يسلمك. في البدايه طبعا انا احب اتوجه بالشكر لحضرتك والقائمين على البرنامج لتبنيكم قضايا الشباب والدفاع عن حق 500 اسره مشرده. تمام. صدر ليهم احكام قضائيه من سنه ونص. بس ايمان انت حضرتك من المجموعه اللي هي قرار 260؟ يا فندم. اتفضلي اتفضلي. من الحاصلين على احكام تبع قرار 260. تمام. احنا لحد دلوقتي بقى لنا سنه ونص ما احناش عارفين احنا الاحكام القضائيه الصادره بالتعيين واجبه النفاذ في دوله القانون ما اتنفذتش ليه؟ طيب هل عدم تنفيذها ده هو توفير الدرجات الماليه؟ يعني هل دوله بحجم مصر صعب عليها انها توفر 500 درجه وتنفذ احكام قضائيه؟ مع العلم برضه يا فندم ان هيئه النيابه الاداريه بتعاني من عجز شديد جدا في الموظفين، يعني لانها طلعت موظفين كثيره جدا طلعوا على المعاش. تمام. ولا مشكله تحريات؟ مع العلم برضه ان التحريات دي المفروض كانت تبقى قبل صدور قرار النتيجه. ولا هي موافقه رئاسه الوزراء؟ احنا برضو لجأنا لرئاسة الوزراء وعملنا شكاوي وطلع الرد ليهم كان بعدم الاختصاص. بصراحه احنا مش عارفين الاسباب ايه بالظبط، لان احنا يعني يا سليمان انتوا معاكم قرار من المحكمه بالتعيين. قرار يا فندم من المحكمه بالتعيين في النيابه الاداريه من سنه ونص ولحد دلوقتي ما اتنفذش خالص. طب ايه طلباتكم يا استاذ ايمان؟ احنا عايزين نستلم شغلنا. احنا لحد امتى هنفضل نعاني من الموضوع ده؟ لحد امتى؟ عايز افهم. احنا في ناس مننا متبهدله، احنا الحال الاقتصادي لحضرتك احنا متضرر بينا جدا، في ناس مننا كانوا شغالين في عمل خاص وقدموا استقالتهم، حضرتك عارف ان اي شغل خاص بيبقى بهدله ومهلك جدا. احنا ما صدقنا يعني ان احنا طلعنا. استاذ ايمان معلش، سابوا شغلهم عشان نجحوا في الامتحان؟ لا يا فندم، احنا سيبنا شغلنا عشان خاطر طلع لنا قرار تعيين في النيابه الاداريه. يعني مجرد ما طلعوا قرار تعيين اللي كان شغال شغلانه سابها. خلاص سابها، طلع لنا قرار تعيين في هيئه موقره زي هيئه النيابه الاداريه. تمام. فاحنا مش عارفين حالنا لحد دلوقتي، احنا اتبهدلنا جامد وعانينا جامد من 2017 لحد الوقت اللي انا اللي بكلم حضرتك فيه.
احنا ناس مقضينها مواصلات وسفر وبهدله ومصاريف، وفي ناس بتيجي من الصعيد طبعا غير مصاريف المحامين ورفع القضايا ومتابعه الجلسات، واخيرا اللي هو متابعه تنفيذ الاحكام. لحد امتى هنفضل نعاني؟ احنا في ناس مننا ماتت، ان هم مستنيين ان احنا كمان نحصل زمايلنا اللي ماتوا. استاذ ايمان، كل هنفضل نعاني لحد امتى؟ استاذ ايمان، هل كل اللي كانوا طالعين في قرار 260 كلهم اخذوا احكام؟ لا يا فندم، مش كلنا رفعنا قضايا. احنا بالظبط اللي رفعوا قضايا وخدوا احكام 500 شخص. 500 شخص من بين المجموعه كلها اللي هم رفعوا قضايا وخدوا حكم. بالظبط كده. انا اخر بس حاجه هطلبها من حضرتك عشان وقت البرنامج. اتفضلي. فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اولا واخيرا داعم للشباب ومتبني قضاياهم ويحنوا عليهم كحنو الاب على ابنائه، ويريد ان يكونوا في اعلى المناصب زي اي اب بيتمنى الابناء. وعشان كده انا بطلب استغاثه وتدخله شخصيا. مناشده للسيد رئيس الجمهوريه، لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مناشده من اصحاب قرار احكام قرار 260 نيابه اداريه من عدم تنفيذ الاحكام القضائيه الخاصه بينا. تمام. قرار 260 نيابه اداريه. انا طبعا بشكر حضرتك لسعه صدرك، بس انا اتمنى ان الصوت يوصل لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عشان احنا مش عاوزين اي حد يستغل موضوعنا، لان في ناس كتير بتستغلنا في ترويج اشاعات واسباب مغرضه وحاجات كده مصالح شخصيه خاصه بيهم. فاحنا مش عايزين نتحط في الموقف ده. احنا كل اللي احنا عايزينه حقنا، احنا مش طالبين اكتر من كده. ناس بتدور على حقها من 2017 لحد دلوقتي. أستاذة، ده اللي انا عايزاه. استاذه ايمان من المنوفيه، شكرا ليكي. ارجع لك استاذه ساره، كنت بتقولي ان لما خلاص بدات قدمتوا الاوراق وظهرت النتيجه، ايه اللي حصل؟ بص يا فندم، احنا الاول كان الامتحان التحريري، اوكي؟ تمام. اما امتحان التحريري وكان وزاره التربيه والتعليم هي اللي بتمتحننا. تمام. يعني مش زي ما يقال ان احنا وسايط والكلام ده. هتكلم في الجزئيه دي بعد ما امتحنا. يا ريت الكنترول يحاول يتواصل لي مع الاستاذ المستشار وليد عشان اتكلم في الجزئيه اللي هم دلوقتي. بعد ما امتحنا يا فندم، ماشي. نزلت النتيجه بتاعت التحريري. تمام. مش اي حد دخل الامتحان الشفوي اللي هو الامتحان المقابله الشخصيه. تمام. مش اي حد. اللي جابه امتياز الاول اعلن على صفحه النيابه الاداريه. تمام. اللي جايب امتياز بس هو اللي هيدخل الامتحان الشفوي. تمام. اوكي. بعد كده حصلت مظاهرات وقالوا ازاي ومش ازاي والكلام دوت. راح المستشار علي رزق رئيس هيئه النيابه الاداريه قال خلاص تمام، اي حد هيدخل الامتحان الشفوي. بعد كلنا دخلنا الامتحان الشفوي ظهرت النتيجه. تمام. اللي هي النتيجه قرار 260. ظهرت النتيجه باسماء الناجحين. اسماء الناجحين. طب انا هرجع لك تاني، بس مش متفقين كده خلاص؟ قدمت اوراقك، امتحنت الشفا وامتحنت التحرير باشراف التربيه والتعليم كجهه محايده، وفي محافظه غير المحافظه، في تنقلات من منكم. حضرتك امتحاني هنا في القاهره. يعني انت جاي من؟ انا جيت من سوهاج. من سوهاج هنا في القاهره. في الجيزه. ماشي. ايه اللي حصل بقى؟ انت منتظر النتيجه كده؟ حضرتك احنا انتظرنا النتيجه واعلنت لنا نتيجه نتيجه وقرار تعيين بتاريخ 21/6/2017. 21/6/2017 قرار 260. قرار 260 بتعيين. بالتعيين وصل لك القرار سلامتك. ايوه. القرار نزل على الصفحه الرسميه. القرار نزل على الصفحه الرسميه لهيئه النيابه الاداريه. ده قرار 260. طيب قبل ما اتكلم على قرار 260، انا معايا على الهواء مباشره سياده المستشار القانوني الاستاذ وليد فرحات المستشار القانوني. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبار حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. معالي المستشار، برنامج مع القاده تلقى خلال الايام الماضيه عن قرار 260، وحضرتك اعتقد اكتر واحد دارس هذا القرار. تمام. الملحوظه اللي علينا بيقولوا ان انتوا بتجاملوا ابناء المستشارين فقط. القرار 260 كلهم ابناء مستشارين وبالواسطه قدروا ياخدوا مكان في الوظيفه، بالواسطه قدروا يطلعوا ببرنامج مع القاده، رغم يعلم الله ما فيش ولا واحد منهم جالي عن طريق اي واسطه، ولا نعرف اي حد شخصيا، ولا لنا قرايب في المسابقه كلهم، غير ان هم كلهم اهلنا وكلهم اخواتنا، ونتمنى التوفيق للجميع. معالي المستشار، انت شايف فعلا الكلام ده ان كلهم ابناء مستشارين؟ رغم الاستاذ بوشري معاي قال لي لا، مش ماليش حد خالص. الاستاذ ساره قالت لي ماليش اي حد خالص في المستشارين، ما تعرفش اي حد فعلا. اكتر من حد سالته قال لي فعلا ما اعرفش. شايف حضرتك الموضوع ده ازاي؟ طيب هو انا هاخد من كلام حضرتك ان هم جولك وانت ما تعرفش اذا كانوا اولاد مستشارين ولا لا. للامانه والله ما اعرف. فبالتالي اذا كانوا الناس اللي قدامك انت ما تعرفش ان هم اولاد مستشارين ولا لا، فما بالك اللي بيدعي ان هم اولاد مستشارين. انا كمحامي اشتغلت في المسابقه دي وفي القضيه دي من فترة طويلة جدا، من 2017،
وكنا منتظرين قرار، ثم صدر حكم بإعادة القرار 125، ثم بدأنا نشتغل في القرار 302 على القرار 302 اللي هو الساحب لقرار 260 بتاع خاص بتعيين 1600 شخص. واتعاملنا مع الناس كلها تقريبا، انا متعامل مع اكتر من 400 شخص فيه او 500 شخص فيه تقريبا. انا ما شفتش حد الا قله جدا 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 كمان مره من اقارب المستشارين. اقارب المستشارين دول اللي هو ممكن يكون مثلا ايه الخامس والرابع على الدرجة. وبعدين حتى لو ابناء مستشارين، ما لو كان يدخل بالاجراء القانوني كده، نعم، حتى لو هو كده، حضرتك بص لتقديره في الامتحان، اوكي، هتلاقيه حاصل على تقدير امتياز، بص على تقدير المؤهل بتاعه، بص على سنه التخرج، منطبق عليه المعايير القانونيه اللي كانت مطبقه في قانون 47 واللي طبقت بعد كده على قانون 81 اللي هو باخد الاعلى في التقدير ثم الاعلى في السن او اعلى في التقدير المؤهل ثم الاقدم تخرجا ثم الاكبر سنا. تمام. كل المعايير دي منطبقه على الحاله دي. والدليل على كده برضه واللي يأكد كلامنا ان كل الاقاويل اللي قيدت حوالين ايه؟ ان يعني مثلا حتى قيل على الاستاذه رشيده اللي هي سحبت القرار ان ابن عمها في القرار. ابن عمها ده يعني المفروض حتى يعني ينطبق عليه اسم لقب العيله يعني، او ينطبق عليه اسم الشخصيه نفسها، ليست له علاقه من قريب او بعيد بالاستاذه رشيده. طب وحتى لو ابن عمها موجود هتسحبها ليه؟ طب ما عايز تخدمه. بالظبط. بالظبط كده. كل ما قيل عن حوالين المسابقه دي والاقاويل بتاعتها، حتى النيابه الاداريه نفسها ما قالت ان في مخالفات. طب فين المخالفات؟ المحكمه اجلت لهم القضيه في المفوضين 3 مرات وفي المحكمه 3 مرات واعذرتهم بغرامه، وغرامتهم ب 800 جنيه 400 عشرون قانونيه و 400 عشرون اداريه. تمام. عن كل طعن. وفي الاخر تقدموا بمذكره واهية ليست لها اي سبيل. قامت المحكمه برد على كل اسباب المذكره اللي اوردتها النيابه الاداريه في مذكرتها في جلسه حجز الدعوه للحكم، تمام، وكلها اسباب واهية، ورغم كده المحكمه ردت عليها. طب احنا دلوقتي في ايه؟ احنا دلوقتي هاتوا احكام، يعني احد رؤساء الهيئات قال لك هاتوا احكام وانا اعينكم. طب احنا جبنا الاحكام. لا اصل يعني معالي المستشار، معذره للمقاطعه، حلقتنا النهارده ليست على مسابقه النيابه الاداريه ككل، بنتكلم على قرار 260 اللي هم اخذوا حكم محكمه وواجب نفاذه، عشان بعض الناس اللي متابعين معانا احنا ما بناخدش مسابقه ونسيب مسابقه، بنتكلم النهارده على قرار من المحكمه يجب ان ينفذ. دي حقيقه. المسابقه بتاعت النيابه الاداريه صدر الله احكام، حضرتك بتتكلم فيما يتجاوز من 500 حكم تم تسليمهم. حضرتك بتتكلم عن ان في 500 شخص باسرهم راحوا للتوجه للنيابه على اساس ان هي نفذوا لنا الاحكام اللي احنا مسلمينها من 6 السنه اللي فاتت لحد دلوقتي. ما النيابه الاداريه رافضه. التعقيبات كلها الخاصه بالنيابه الاداريه ما بين تحريات، ما بين موافقات، ما بين جهاز مركزي، ما بين اي حاجه في اي حاجه، حتى وعلى فرضيه ان في تحريات، تمام، والوظيفه دي محتاجه تحريات. انت اجريت التحريات قبل المسابقه، قبل ما تعمل القرار انت كنت خلصتها. انت دلوقتي جاي تدور على التحريات وانت اساسا كنت مطلع القرار. هل ده يعقل؟ يجب قرار التعيين يكون بعد التحريات نفسها. بالظبط كده يا فندم. ده لو افترضنا ان في تحريات على المسابقه، انما دلوقتي احنا بنتكلم عن ان في حجج كتيره جدا من النيابه احنا مش عارفين اساسها ايه، مش عارفين مصدرها ايه، مش عارفين النيابه نفسها عايزه تعمل ايه. رئيس الهيئه بيتنصب مقابله الناس، الناس اللي بتحاول تتصل بيه وبتعرف انها تتواصل معاه. طب استنوا احنا قدامنا شهر. كلمة شهر دي احنا بنسمعها من السنة اللي فاتت. المستشار وليد فرحات، شكرا لحضرتك. يعني حضرتك بينت حاجة مهمة جدا، ان المسابقة بنتكلم على جزء اخذ حكم محكمة، وحكم المحكمة واجب النفاذ على الجميع يعني. واكد كمان ان المسابقة ليس كما يقال ان كلهم ابناء مستشارين اللي معانا على الهواء واللي عملنا اتصالات بيهم، ويمكن المستشار وليد قال ان معاه تقريبا من 400 ل 500 شخص، ما فيش ولا حد منهم تبع مستشارين. واكد ان حتى ان كان قله جدا تبع مستشارين يلتقوا معاهم في قرابه بالدرجه الخامسه او الدرجه الرابعه على قول المستشار وليد فرحات. ارجع ليك يا استاذه ساره، كنت بتتكلمي على جزء بعد ظهور النتيجه. تمام. ايه اللي حصل؟ اول حاجه ظهر قرار 260 على صفحه النيابه الاداريه الصفحه الرسميه. طبعا ظهر بالاسماء اللي نجحت، وكان اثناء توليه المستشار علي رزق وقتها،
وبعد كده خلاص يا فندم احنا ظهر لنا قرار تعيين تمام. وخلاص اللي عنده عرفت مين الناجح في المقام. من الناجح تمام. احنا فوجئنا بعد كده ان اتسحبت النتيجه. كنت استلمته ولا ما كانش استلمه؟ لا ما كناش استلمنا. يعني تعرفت بس ان كون نجحت معاكم صوره من الكشف ده لمين؟ قدرتوا تحصلوا على صوره من الناجحين؟ ايوه طبعا يا فندم معانا كل الاوراق. ماشي تمام. احنا فوجئنا ان يعني ناس كتير قالت كلنا اولاد مستشارين وكلنا وسايط وحاجات كتير وكل اللي داخل ضعيف وما فيش حد امتياز. انا عن نفسي جايبه امتياز في الامتحان التحريري تمام. وبعد كده نزل قرار 302 استرده المستشاره رشيده فتح الله تمام اللي هو بسحب النسيجه. طيب عشان بس ما تخطاش الجزئيه دي مرجع الاستاذ بوشوي معانا الاستاذ عصام من البحيره. سلام عليك يا استاذ عصام. مساء الخير يا دكتور رمضان. مساء النور يا حبيبي. مساء الخير على ضيوفك الكرام. احب اشكر حضرتك ان حضرتك بتطرح دايما مشاكل الغلابه او مشاكل المستشفيات بشكل عام. مش عارف مشاكل الغلابه ولا مشاكل المستشارين بس، يعني كان برضه متهمين من قبل المجموعه ان احنا ما بنطلعش معانا الا ابناء المستشارين بس. لا يا فندم، احب اقول لحضرتك على حاجه. انا غير قراءه، انا ليس من قراءه 260 عموما. تمام. انا برضو القضيه بتاعتي يعني جاري البحث فيها في مجلس الدوله. طب سؤالك يا استاذ عصام او مداخلتك. سؤال يا فندم، يجب احترام يعني النيابه الاداريه باحكام القضاء. قبل كده السيد المستشار المتحدث الرسمي الاستاذ محمد سمير في احدى البرامج على قناه دريم مع الاعلاميه تقريبا منى تقريبا تمام، وقال لك اي لو اخذت احكام قضائيه هننفذها. طب الناس اللي هنا قدام حضرتك دي تمام واخده احكام قضائيه. استاذ عصام خليني بس اهنيك ان انت بتقول لست منهم، مش من ضمن القرار، وبالطالب بتنفيذ القرار وان هم يتمكنوا من التعيين. دي شعور طيب جدا جدا، حبيت اشكرك عليه قبل ما نتجاوزه. بس اتفضل يا استاذ عصام. بالفعل يا فندم، بس احنا مرارا وتكرارا رحنا للهيئه برضه قبل كده والكلام ده كله، عملت مداخلات كتير قبل كده برضه في بعض القنوات مع في دريم وكده. المستشار على المتحدث الرسمي باسم النيابه الاداريه المستشار محمد سمير تمام، قال هاتوا قرارات احكام قضائيه احكام من المحكمه واحنا هننفذها. تمام. طب انا معانا مستشار، الناس دي اخذت احكام بقالها بتاع سنه ونص، وانا حضرت الجلسه مره واثنين معاهم ثلاثه اكتر من مره. تمام. ولم يتم التنفيذ. تمام. يعني ازاي انت كجهه اداريه مش بتنفذ احكام، وانت جهه اصلا يعني يعتبر انت جهه منوط بها محاكمه الفساد. يعني الاستاذ عصام بيطالب بتنفيذ قرار المحكمه الصادر لهؤلاء الشباب. تمام بالفعل يا دكتور رمضان. شكرا يا استاذ عصام. شكرا لصحتك. استاذ بشوي، الاستاذه ساره اتكلمت وصلت لان خلاص ظهرت النتيجه واعلن اسماء الفائزين، وصل لك خبر ان انت خلاص من ضمن ايه؟ حضرتك النتيجه دي اعلنت على الصفحه الرسميه لهيئه النيابه الاداريه، ودخلنا اطلعنا وشفنا كشوف الناجحين. انا واحد من الناس شفت اسمي، فابتديت انا وغيري كان كل واحد مثلا مرتبط باي شغل خاص ابتدى خلاص اتاكدت بقى خلاص انت من الناجحين ان قرار التعيين طلع. تمام. ايه اللي حصل؟ فاستقلنا من الشغل الخاص وجهزنا الاوراق المطلوبه بحيث ايه هنستلم العمل. تمام. فوجئنا بقرار ان النتيجه توقفت، اتسحب القرار، اتسحب والهيئه رحنا للهيئه اصلك في فحص كان الاول مجرد كلام لسه مش حاجه رسميه. تمام. هنعمل فحص ونعني النتيجه تاني. تمام. قعدنا انتظرنا، لا في فحص اتعمل ولا في اي قرارات تاني طلعت. تمام. اخر حاجه قالوا لنا ايه، هاتوا حكم وتعالوا تعينوا. يعني هم اللي قالوا لكم كده المستشارين هاتوا حكم وتعالوا تعينوا. هاتوا حكم يا فندم. طب ماشي خلص بس وارجع لحضرتك. هاتوا حكم وتعالوا تعينوا. تمام. اتجأنا بقى للمحكمه. طيب قبل ما نروح نكمل بقى هروح للاستاذ ساره. اتفضلي يا استاذ ساره، قصدي في ايه؟ يا فندم احنا بعد ما النتيجه اتسحبت تمام بقرار 302 تمام نزل برده على الصفحه الرسميه تمام ان هي النتيجه تتسحب. تمام. ان هي النتيجه تتفحص. تمام. تمام. انتظرنا الفحص لان كلنا عارفين ان احنا امتحنا وان احنا داخلين ما فيش اي وسايط ولا اي حاجه، فعادي ما كانش عندنا مشكله خالص في فحص النتيجه. بعد ما شوشره تمت على ان في ابناء مستشارين ومش ابناء مستشارين حصل فحص. اه ايه اللي حصل بعد احنا الفحص؟ كنا منتظرين نتيجه الفحص. تمام. في نتيجه في الفحص وقت الفحص ده كان المستشار علي رزق مشي واستلمت مكانه المستشار رشيده. المستشار رشيده فتح الله. تمام. تمام. منتظرين نتيجه الفحص ومفيش اي حاجه ومنتظرين عادي ما عندناش اي مشكله خالص. فوجئنا اللي هو عنده واسطه ابناء مستشارين ما حضرش زي ما كانوا الناس كانت خارج جمهوريه مصر العربيه وجت واستلمت
المفروض بقى في الفحص يظهر كل ده، المفروض كل ده يظهر واحنا تمام. منتظرينه، ما عندناش اي مشكله خالص تمام. لان احنا ولا وسايط ولا الكلام ده خالص. وحضرت المسابقه الامتحان سواء كان شفوي او تحريري، كذا امتحان وسفر كتير وكذا حاجه تمام. تمام. فاحنا كنا منتظرين نتيجه الفحص، بعد ما انتظرناها فوجئنا ان في حد اخذ درجاتنا تمام. اللي هي الدرجات اللي متحضره للمسابقه دي، وحد اتعين مكاننا تمام. رحنا الهيئه، ما كانش قصدنا مظاهرات ولا اي حاجه، احنا رايحين بنطالب بحقنا. احنا ناس الكلام ده كان سنه كام تقريبا؟ النتيجه نزلت 2017. انتوا رحتوا ولايه في 2017 برضو؟ اي تمام. رحنا الهيئه على اساس ان احنا ناس اخذنا قرار تعيين، احنا متعينين، ما تعيناش ليه او كده، ما تعيناش ليه او في نتيجه الفحص او الكلام ده تمام. رحنا يا فندم الهيئه، قالوا لنا دلوقتي احكام القضاء لا تعقيب عليها، وانتوا عاوزين ان انتوا تتعينوا هتقولنا حكم وتاني يوم نسلمكم تمام. حتى مش في الهيئه بس قالوا كده، لا ده طلع المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي النيابه الاداريه، هو ده القانون، طلع قال في قناه دريم بالنص كده، حد كلمه على الهوا من كان قرارنا ماشي. قال له انت اللي شايف ليه حق يروح المحكمه تمام. بما اننا شايفين ان احنا لينا حق ولينا قرار تعيين، رحنا المحكمه رفعنا قضيه. رحنا رفعنا قضيه، بعد ما رفعنا قضيه قعدنا سنتين في المحكمه في القضيه، جلسات وتقديم اوراق ومعاناه، وكنا بنسافر محامي. ومن اللي من الصعيد ومن كل البلاد كنا بنيجي، اللي بيخرج من بيته من قبلها بيوم، واللي بيخرج من الصبح الساعه 5 الفجر عشان يجي. اكتر من جلسه، اكتر من جلسه، اخر حاجه وصلنا ليها سنتين. اخذنا حكم. اخذت حكم ايه بقى؟ اخذنا حكم بان احنا نتعين، والمحكمه طلبت قرار الفحص تمام. قرار الفحص ده في ايه؟ الناس ديت ليه توقف تعيينها؟ ايه الغلط اللي عندها؟ ايه الشوائب اللي عندها؟ كان قرار الفحص، بما ان المحكمه ادتنا حكم فقرار الفحص ما فيهوش اي حاجه. يعني لو كان في حاجه عوار في الفحص كان ظهر تمام. لو كان ظهر ابن مستشارين كان ظهر، لو كان حد خارج جمهوريه مصر العربيه ودخل زي ما بيقولوا بالواسطه كان ظهر، مفيش حاجه اتقدمت. ده غير ان كلام كان في الفحص يعني ما لهوش اي علاقه بان هو اصلا يزيل نتيجه ولا اي حاجه تمام. وكان في ناس وقت ما قدمنا كانت المسابقه لحد 40 سنه تمام. في ناس كان عندها 38 و39، دلوقتي عندها 45 سنه، خمسة وعدت ال 40 42 سنه مثلا، 42 عدت ال 40 خلاص ما بقاش فيها دلوقتي قدامها ان هي تقدم في اي مسابقه. ده غير ان كله ساب شغله وقت ما احنا تعيننا. احنا دلوقتي يا فندم احنا مش مسابقه منتظره نتيجتها، احنا مش زي اي مسابقه، احنا مسابقه نزل لي التعيين بتاعنا، المفروض ان احنا رحنا نستلم شغلنا ده اولا. يعني احنا نزلنا قرار تعيين، يعني ده اول. خرجتوا من المسابقات دلوقتي احنا خرجنا من موضوع المسابقات، احنا ناس اتعيننا، يعني احنا واخدين قرار تعيين، يعني معينين في النيابه. انا هرجع ليكي في الجزء ده اولا. ماشي هرجع تمام. استاذ بشوي، يعني احنا وصلنا كده، التقديم اتقدمنا وظهرت النتيجه وعرفت انك ناجح وخلاص سبت شغلك ورحت تستلم بقى شغلك تمام. ايه الخبر اللي وصلك بعد كده؟ ان ايه اللي حصل؟ يعني هو الخبر بيقول قال لك ان المسابقه فيها فيها وسايط، وكان في ضجه اعلاميه كبيره على السوشيال ميديا وكلها يعني كلام ما حصلش تمام. ان في ابناء مستشارين وكلهم ابناء قضاء، مع ان احنا لا ابناء مستشارين ولا احنا قضاء ولا داخلين بواسطه، احنا تمام. دخلنا امتحاننا ونجحنا بالنتيجه. بعد كده فوجئنا باللي هو قرارات السحب تمام. وبعد كده كان في قرار قبليه، كان في جماعه شغالين قبلينا وكان هم اتسحب تعيينهم، راحوا رفعوا قضيه وخدوا حكم بالعوده. هم المفروض ما كانوش يستلموا في الدرجات بتاعتنا، يعني الدرجات دي كانت مخصصه لنا احنا، هم استلموا بيها. انت لفتت نظر الحاجه دلوقتي، ما جايز هم عشان رفعوا وخدوا حكم محكمه فكان ملزم على النيابه الاداريه تعيينهم زي ما هو ملزم دلوقتي حاليا يعيننا. ان هو يعينك. طب هو حتى لو خد حكم يبقى هو اللي يبحث عن الدرجات، مش ياخد الدرجات المخصصه لينا. واحنا سنه ونص خلال حضرتك خد الحكم اتعين بعديها في خلال اسبوع، واحنا واخدين الحكم من 27/4/2019 الى وقتنا هذا. 27/4 لسه بدري عليه كتير. معانا الاستاذ رنا، مديها لي وارجع لك تاني. السلام عليكم استاذ رنا. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اتفضلي. في الاول بحب اشكر حضرتك واسره البرنامج انها اتاحت لنا الفرصه اننا نوصل صوتنا للمسؤولين عن تنفيذ قرار 260. انت من ضمن القرار استاذه رنا؟ ايوه انا من ضمن قرار 260. سؤالنا لكل المتصل معانا او كل ليكي قرابه من الدرجه الاولى او الثانيه مستشارين او قضاء؟ لا لا والله خالص. طيب اتفضلي يا استاذه رنا. هو زمان مع حضرتك وعلى الهواء الوقتي انا هقول على المعاناة اللي أنا بعانيها أنا وزمايلنا من عدم تنفيذ القرار. اتفضلي. أنا واحدة ابني ظروفه الصحية
تعبان. تمام. وهو بيتعالج مخ واعصاب وبيصرف في الشهر لوحده 2000 جنيه. تمام. مانيش لاقيه. اولا ربنا يشفيه يا رب ويشفي كل مريض يا رب. مش عارفه اعيش غير ان انا جوزي موجوده بسبب ازمه كورونا وكده قاعد في البيت، والله العظيم قاعد في البيت من شهر 12، مش عارف يسافر ومش ما فيش شغل هنا، ما هوش عارف يشتغل هنا، ومعاناه وبنعاني وما احناش عارفين نصرف على اولادنا. يعني احنا طلع لنا قرار في الاول وما تنفذش. خمس استاذه رنا معلش عشان برضو يعني اهدى بس شويه كده، خدي نفسك، وعايزين برضو اللي بيسمعنا يعرف ايه. يعني انا من طبعا من حقك تقولي معاناتك وان ليكي حق في التعيين، خاصه معاكي قرار محكمه ان عندك ولد، اسال ربنا يشفيه، وزوجك نظرا لظروف كورونا قاعد من غير الشغل، ظروف صحيه. اتفضلي كملي. فاحنا تعبانين ما احناش عارفين، يعني احنا معنا احكام ما تنفذتش، وقبل كده قرار ما تنفذ، يعني خمس رؤساء هيئه اتغيروا علينا وما فيش حد فيهم ننفذ القرار. احنا بس نفسنا امنيه حياتنا ان احنا عشان نعيش حياه كريمه احنا وعيالنا نقدر نصرف عليهم بس. طيب استاذه رنا خليكي معايا. طبعا انا بوجه كلمه لكل اللي بيلومنا ببرنامج مع القاده وبيقول انتوا فقط بتستضيفوا ابناء المستشارين. بالله عليكم صوت الاستاذه رنا يقول لك ان تعرف حد من المستشارين؟ بالله عليك اللي بتحكي ظروفها كده على الهواء مباشره امام العالم كله، لا حد مستشار ما كانش عينها لو لها حد. فبنقول والله انا بتكلم عن نفسي كبرنامج مع القاده، ما فيش ولا حد من ابناء المستشارين تواصل معي، ولا حصل ان احنا استضفنا اي حد من ابناء المستشارين، ولا حتى مداخلات. احنا اللي بيتصل معانا برنامجنا مفتوح للجميع، واي حد سامعني عايز يطلع معانا في البرنامج يشرفنا وينورنا، والرقم موجود على الشاشه حاليا. تواصلوا معانا. ما بتكلمش كبرنامج مع القاده عن مسابقه واحده بس، انا بدافع عن كل المسابقات. وندائي للسيد رئيس الجمهوريه، وندائي للسيد رئيس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الماليه، وكل مسؤول في موقعه. للامانه الشباب المصري محتاج اللي يقف جنبه، الشباب المصري محتاج اللي يحنوا عليه، الشباب المصري محتاج اللي يقربه ويخليه يتعاطف. مش واجب عليه التعاطف مع البلد في هذا التوقيت. ويمكن بعد ما الاستاذه رنا تتكلم معايا تنهي مكالمتها هقول حاجه مهمه جدا. استاذه رنا بس انا حبيت ان انا اخليك تهدى شويه وتكملي كلامك معانا سريعا. انا الحمد لله كويسه ومفيش الحمد لله. انا بستغل برنامج حضرتك وبقول للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي غيثنا يا ريس، تقف معانا، ملناش غيرك تقف معانا وتنقذنا من اللي احنا فيه. احنا عاوزين نعيش. هي مناجدة للسيد رئيس الجمهوريه من حضرتك ومن كل ابناء المسابقات. اتفضل. ايوه يا فندم، هو ده اللي انا عاوزه اقوله. والله العظيم احنا بنعاني جدا، وزمايلنا والله العظيم معانا ارامل ومعانا مطلقات ومعانا شباب ما هماش عارفين يتجوزوا ولا يفتحوا بيتهم. والله العظيم احنا طالع عينينا، ما احنا عارفين نعمل ايه ولا نروح فين. شباب معانا احنا 600 واحد حاصلين على احكام، نفذوا الاحكام. احنا ما احناش بنطلب اكتر من كده. هنعمل ايه؟ هنصرف على عيالنا ازاي؟ هنعيش ازاي؟ ازمه كورونا دي خربت بيتنا اكتر ما هي، ما الموضوع كان صعب علينا، هي بقى جت ازمه الدنيا اكتر والله العظيم. استاذه رنا من الدهليه انا شاكر لحضرتك، وان شاء الله متابعين مع بعض، و باسم برنامج مع القاده نتقدم بمناشده للسيد رئيس الجمهوريه ولكل مسؤول. نطالب الوقوف جنب الشباب. انا بتكلم على كل المسابقات المفروض تظهر نتيجتها، احنا بنتعامل مع الدوله، مع مؤسسات الدوله، كل الثقه والتقدير في مؤسسات الدوله. بتكلم على جزء حصل على احكام، كل من حصل على حكم واجب تنفيذ الحكم المحكمه الصادر لكل انسان في كل في موقعه. نؤكد ان كل برنامج مع القاده وكل العاملين به يتعاملون مع الكل على مسافه واحده، واي حد بيخرج معانا في البرنامج الشباب خرجوا معانا لان جابوا لنا حكم محكمه، ودام في حكم محكمه يجب ان ينفذ الحكم. معانا على الهواء الاستاذ محمد، خليه يتصل مره ثانيه. فصار احنا بنتكلم وصلنا لاخر ان خلاص ان النتيجه ظهرت وحصل ان سحب النتيجه، وطلبوا منكم انكم ترفعوا قضايا. ايه اللي حصل؟ هم طلبوا مننا ان احنا نرفع قضايا في المحكمه. تمام. اللي ليه حق، اللي شايف ان ليه حق، ده اتقال على لسان المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي النيابه الاداريه. تمام. والله قال لنا المحاكم مفتوحه، اللي شايف ليه حق يروح المحكمه. كلام منطقي جدا. رحنا المحكمه شايفين لنا حق، ويعني الحق 100%. بعد سنتين اخذت حكم. بعد سنتين اخذنا حكم.
انت حضرتك اخذت حكم ليك انت. ايوه يا فندم اخذنا حكم. ماشي ده حكم المحكمه. طيب ماشي، وده الصيغه التنفيذيه اللي سلمناها للهيئه. هاجي للصيغه التنفيذيه، انت برضو حصلت على حكم؟ حصلت على حكم حضرتك. كم واحد تقريبا كده حصل على احكام الاستاذه رنا؟ بتقول 600 تقريبا. 500 يعني ايا كان بقى 400 500 600 اكتر اقل. فاحنا بنقول كل من اخذ حكم محكمه يجب ان يا فندم هو عدد قليل جدا. طيب انا عن نفسي في محافظه السويس 2 بس، في المحافظه كلها. انا اتكلم على ايا كان العدد، كل من كان لديه حكم محكمه يجب ان ينفذ. الصيغه التنفيذيه بقى ما عملتش صيغه تنفيذيه ليه؟ الصيغه التنفيذيه سلمناها من المحكمه عشان الصيغه التنفيذيه هي اللي بتثبت اللي انت اللي حضرتك اللي احنا لينا حق. تمام. رحنا سلمناها للهيئه واخدنا رقم وارد. تمام تمام. بعد ما رحنا سلمناها للهيئه واخدنا رقم وارد قالوا لنا تعالوا اسالوا على الاجراءات اللي تم وايه الاجراءات. وتمام بقينا نروح كل شهر تقريبا، كل شهر بيقولوا تقريبا نفس الحاجات اللي بتتقال الشهر اللي بعده. تمام. يعني الشهر اللي فات نفس اللي اتقال الشهر اللي بعده، نفس اللي اتقال الشهر اللي بعده، بقى لنا يا فندم سنه تقريبا سنه ونص. بس مش نفس نفس الكلام. نفس الكلام نسمعه. 27/4 يا فندم. طيب انا في حاجه وصلت لبرنامج مع القاده ويمكن خلتني ان انا مستدعاكم النهارده وقابلتكم. تمام. ان قالوا ان انتم من حوالي 3 اسابيع شايفين الجو في مصر عامل ازاي، انتم عملتم مظاهره ورحت قدام النيابه الاداريه. ما حصلش مظاهره يا فندم. مظاهره. خليني بس اكمل كلامه وبعدين ردوا. طيب اتفضل. وقالوا ان كمان الدليل ان اتقبض عليكم وتم اعتقال مجموعه منكم، وده حصل وتم ازاحته في اكتر من قناه خارج مصر معاديه لمصر. لا القناه استغلت الموضوع. انا عايز اعرف بس مش الاول ايه اللي حصل حضرتك. احنا كنا رايحين مجموعه رايحين نسال على الاحكام او امتى مثلا ميعاد تنفيذ الاحكام بتاعتنا. يعني انت رايح تسال سؤال عام. ممكن اضيف جزء يا فندم؟ خلي بس يكمل واخليك. ما كناش رايحين مظاهره، كنا رايحين مجموعه رايحين نسال على الاحكام بتاعتنا. تمام. معانا الاحكام بس. فكان الام توقع ان في مظاهره وكده. طب معانا الاستاذ سموئيل منصهاك. السلام عليكم استاذ سموئيل. الو الو مساء الخير. مساء النور يا استاذ سموئيل. اولا انا حابب احيي حضرتك جدا واسره البرنامج ان انتوا اديتوا مساحه كويسه للشباب تعرض المشكله اللي عندها بشفافيه وبوضوح. تمام. حاجه كويسه جدا. انا مش مشترك في المسابقه دي بس انا سامع الحضره الحلقه من الاول وشايف ان الشباب دي اجتازت كل يعني كل الاختبارات اللي اقرتها الهيئه واقرتها الناس المسؤوله عن المسابقه. تمام. وطلع لهم قرار تعيين كمان. فيعني انا مش شايف اي مشكله ان الناس دي تاخد حقها وتتعين لان ده حق. يعني الناس دي اكيد تعبت وسافرت وراحت وحضرت مسابقه. ويا ريت الموضوع ده مش المسابقه دي بس، في اكتر مسابقه زي 36,000 معلم وال 120,000. تمام يا استاذ سموئيل احييك. فيعني انا مش شايف يعني ليه اصلا التعطيل، وليه ندي فرصه ان في اي قناه ثانيه معاديه تتكلم على حاجه مش موجوده اصلا. يعني هو قرار اداري هيطلع بتعيين الناس دي. السموئيل انا شاكر جدا اتصالك، شاكر روحك الجميله، حبك للخير للاخرين، ان انت بتقول انها مش من ضمن القرار وبتطالب بتعيينهم. والجميل كمان انت مش بطالب بالمسابقه دي بس، بطالب بكل المسابقات ان يتم البت فيها واعلان النتائج تبعها. شكرا استاذ سموئيل. ارجع لك بس بشويه واقول خلاص يعني كده انت معاك قرار وصيغه تنفيذيه وما حصلش تعيين، فانتوا رايحين تسالوا وليس مظاهره. مظاهره ايه اللي تعمل بقى؟ بص حضرتك، يعني هو الام توقع مظاهره فخد مجموعه مننا. اول ما رحنا هناك تفاهم الموقف ان احنا اصحاب حق ومعانا احكام، قلنا اتفضلوا روحوا. ما حصلش اعتقال ولا اي حاجه حضرتك؟ هو مجرد ما احنا ورينا مصور الاحكام، احنا معانا احكام رايحين نسال. طيب. اتفضلوا. انا برضو بقول للمسؤولين في الدوله، خطا صغير او تاخير صغير يساء فهمه او متعمد اخراجه للعالم ان مصر فيها مظاهرات ويقول لك تم اعتقالهم. ادي الشباب موجودين معايا. انت كنت موجود معايا اسبوع شويه في اليوم؟ يعني موجود في اليوم ده. لم يتم اعتقال. لا لا يتم اعتقالي. وانتوا رايحين وليس مظاهره، رايحين تسالوا على قرار. نسالوا على لكن رايحين نسال على تاريخ تنفيذ الحكم. ده برضه بنرد على القنوات المعاديه. انت ممكن تالف كلام وتعمل قصص لكن الشباب موجودين معانا هم. استاذه كنت موجوده معاهم؟ ايوه طبعا يا فندم. تم اعتقال حد؟ لا لا. يعني انتوا الاثنين كنتوا موجودين في الحدث ولم يحدث؟ طبعا. عاوز اضيف برضو يا فندم ان احنا اما بنروح طبعا احنا عندنا جروبات بنتفق عليها وكل حاجه انا وزمايلي اللي واخدين احكام. تمام. ما بنرضاش نروح كلنا، يعني اما بنيجي نتفق بناخد جزء مننا. يعني ممكن نروح مثلا 100؟ لا ما بنرضاش نروح كلنا، ممكن 100 70 50 عشان ما نتفهمش ان احنا مظاهره. تمام. ما بنرضاش نروح، كل مره بنخلي جزء مننا يروح، ما بنرضاش نروح كلنا يا فندم. يعني انتوا برضو متوقعين رده الفعل والممكن يساء الفهم؟ ايوه عشان احنا محدش يستغل الموقف. احنا معينين في النيابه الاداريه، احنا واخدين حكم ونزلنا قرار تعيين، فاحنا ولاد النيابه.
تمام. فاحنا مش عاوزين ان احنا نفهم غلط، ومش عاوزين برضو الهيئه يبقى منظرها وحش قدام حد، لان تمام. برضو هيئه النيابه الاداريه احنا نعتبر ان احنا معينين فيها، احنا واخدين حكم تعيين ونزلنا قرار تعيين، حاجتين. احنا مش منتظرين لسه نتائج ولا الكلام ده، او رافعين قضيه لا انتهى لا. احنا ناس لينا حق، ناس تمام. من عيني بقى انا 3 سنين يا فندم. تمام. فاما رحنا احنا كنا جزء قليل برضو، مش كلنا، لان احنا مش بنرضى نروح كلنا عشان برضو ما يبقاش عدد كبير ويتفهم ان احنا مظاهره. فاما رحنا احنا كنا بس بنطالب ان احنا نقابل عصام بي. قبل ما نروح لعصام بي، قبل ما نتكلم عن عصام بي، معانا استاذ محسن من المنيا. السلام عليكم استاذ محسن. عليكم السلام يا دكتور. اهلا بحضرتك. اولا بشكر حضرتك على عرض المشكله يعني، وبشكر ضيوفك الكرام. انا قرار 260 نسبه 5%. يعني انت من ضمن القرار ومن ضمن 5%؟ من ضمن 5% يا فندم. استاذ محسن، سؤال بساله كل اللي بيدخل معايا مداخله وعايز اجابه بصدق. لك حد مستشارين سهل لك الامر في هذه المسابقه؟ لا يا فندم، نهائي نهائي. وحتى من ضمن الاجراءات حضرتك، المسابقه كانت قدم لها 70,000 متقدم. وكان من ضمن سبب قرار السحب ان الشوشره اللي اتعملت من ال 70,000، ان في ناس 5% معاها شهاده مزوره، وفي ناس داخله وصايد. ده كله ده كان اسباب بقرار النتيجه. يعني اسباب سحب النتيجه الشوشره اللي حصلت، ابناء مستشارين معاهم قرارات مزوره 5%. من ال 70,000. احسنت، انت اصبت الهدف كده، وهو ده كان السبب في سحب القرار. بالظبط كده. بعد كده حضرتك المستشاره الرشيده بعد ما سحبت القرار قالوا ان هم هيفحصوا النتيجه، وبعد الفحص ده معناها كده ان احنا هنستلم. كل اللي عليه شائبة او كل اللي هو عنده واسطه او اللي هو دخل بطريقه غير شرعيه هيستبعد، ويتم اعلان النتيجه لمن يستحق. بالظبط كده يا فندم، ما عندناش مشكله يعني بالنسبه للموضوع ده. تمام. بعد سحب القرار ما حصلش اي حاجه، اي اتخاذ قرار بالنسبه لينا احنا بعد سحب القرار ما حصلش اي حاجه. طب استاذ محسن، انت رافع قضيه؟ اخذت حكم؟ يا فندم انا واخد حكم حضرتك. احنا انا بقول لحضرتك من ضمن الاسباب ان هم قالوا في ناس داخله وصايت، وفي ناس 5% ما عندهاش اعاقه ومعاها شهادات مزوره. تمام. حضرتك المحكمه حولتنا طب شرعي. تمام. حولتنا طب شرعي قبل ما ناخد الحكم. وتم توقيع الكشف الطبي علينا في هيئه الطب الشرعي. اكيد عن كومسيون طبي وحاجه رسميه. يا فندم احنا تحولنا لجنه ثلاثيه في الطب الشرعي في القاهره. استاذ محسن من المنيا، شكرا لحضرتك. طبعا كنترول، شكرا لحضرتك استاذ محسن، شكرا ليك. انا معايا طبعا قفول اتصالات، انا عايز اخذ اتصال استاذه هدى من القاهره. اتفضلي يا استاذه هدى. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. طلبك يا استاذه هدى، اتفضلي حضرتك. ازي حضرتك يا فندم؟ الله يسلمك. اولا انا مش في المسابقه. تمام. مش مع الشباب دولت في القرار بتاعهم. تمام. بس انا متابع الموضوع ومن سنين، وبحكم معرفتي ببعض الناس منهم من بعيد مثلا، او فانا متابع يعني. المهم ان انا متابع الموضوع. استاذه هدى، اصحابك اللي انت عارفاهم او قرايبك اللي انت بتتكلمي عنهم لهم قرايب مستشارين؟ ولا مستشارين يا فندم، ولا يمكن ليهم قرايب موظفين على الدوله اصلا كمان. انا يعني بحكم زي ما قلت لحضرتك معرفتي ببعض الناس من بعيد منهم وكده، وان انا متابعه المشكله ديت من بدري ومن سنين، ومتابعه اللي عملوا قضايا واللي واكتر من حاجه عملوها. في كلمه معلش حضرتك قلتها دلوقتي، مع احترامي طبعا لحضرتك والكلام حضرتك، والف مليون شكر لحضرتك ان انت بتعرض مشاكل الشباب ديت وبتدي لهم الفرصه في البرنامج عندك ان انت تعرض مشاكلهم. بس حضرتك بتقول هم الشباب مش معتقلين. يا جماعه والشباب قدامي اهم وتمام ومفيش حاجه، بس هم اكتر من معتقلين يا فندم. هم ثلاث ارباعهم شباب معتقلين جوه بيوتهم، لا شغالين ولا لاقيين شغل، وتعبين اهاليهم، وباللي علم ابنه واللي علم بنته، واللي مش قادر يجوز ابنه واللي مش قادر يجوز بنته. ما هم معتقلين يا فندم جوه بيوتهم بعدم شغلهم وبقهرهم على وظيفتهم اللي مش قادرين يوصلوا لها، اللي بعد حكم ربنا خدوا حكم محكمه. كأي دوله، مع احترامي للمحكمه وللحكومه ولرئيسنا ولكل دول، في ايه بعد حكم محكمه اللي نعرفه واللي اتعلمناه؟ استاذ هدى، انا شاكر ليكي طبعا المداخله. يمكن كنت عايز اخر اتصال استاذ هدى، بيقولوا لي ان الاستاذ محمد من اسكندريه على التليفون. طبعا اخر اتصال معايا الاستاذ محمد من اسكندريه. السلام عليكم استاذ محمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ رمضان؟ اهلا بحضرتك. اسمع اتفضل حضرتك. استاذ محمد، استاذ رمضان، هو انا بس عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. حضرتك بتسال كل اللي داخلين انتوا اولاد مستشارين ولا لا؟ تمام تمام كده. هو احنا لو اولاد مستشارين هل هو دوت كان هيبقى وضعنا؟ هل احنا كنا هنبقى في الحاله دي؟ كلام منطقي. مشكلتنا كده كلام منطقي. النقطة الثانية، هل أولاد المستشارين وأبنائهم محرم عليهم الشغل؟ لا. حلو قوي، دي نقطة. النقطة الثانية، أنا عايز أسأل سؤال واحد بس، هو إيه اللي هو المفروض أنا المذيع أسأل، ولكن هتنازل عن كملت وأنا هجاوب معاك. اتفضل يا أستاذ محمد. حضرتك اتفضل. هو ليه إحنا لغاية وقتنا هذا ما نستلمش شغلنا؟ بقالنا سنة، هل إجراءات التعيين بتقعد سنة كاملة؟ من تحريات لدال دال 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 ده حرام ولا حلال؟ سؤال تاني، انا لما رحت قدمت شكوى في مجلس الوزراء رد عليا الموظف تليفونيا قال لي رد الرئاسه جه حين انتهاء التحريات، والتحريات خلصت، ليه ما نستلمش احنا شغلنا؟ استاذ محمد، انا شاكر لحضرتك طبعا على المداخله. انت جاوبت اجابه اخد من كلامك واقول لكل اللي بعت لنا اللوم ان احنا ازاي متبنيين فئه، وكمان وصل الكلام حديث مع بعض الاخ حبيب وبيتصل عليا بيقول لي امتى رمضان بيتعامل بالريموت او امتى بيشغل بفئه عن فئه. قلت له ما حصلش، عمره ما يحصل في برنامج مع القاده. قال لي لا، يقال ان كل اللي بيطلعوا معاه في برنامج مع القاده خاصه بالمسابقه كلهم ابناء مستشارين. فحبيت اثبت لهم لا، ما هوش ابناء مستشارين، بالعكس انا في اتصالات ناس رفضت تطلع معايا على الهواء، ظروفها اصعب مما قيل. يمكن انا وقت البرنامج عندي انتهى، بس عايز اخد كلمه اخيره من الاستاذ بوشي. اتفضل حضرتك. حضرتك في نهايه البرنامج، انا من خلال برنامج حضرتك عايز اوجه استغاثه رسميه في فخامه رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، نطلب مقابله الرئيس لرفع الظلم اللي وقع علينا من 2017 بعدم تنفيذ قرار التعيين، وبعد كده ظلم تاني وقع علينا في 27/4 الى وقت نهايه 2019 الى وقت نهايه بعدم تنفيذ الحكم القضائي. يعني طبعا عارفين ان الرئيس هو راعي الشباب ويراعي قضايا الشباب، فاحنا كل عايزين يتبنى القضيه بتاعتنا. مناشد رئيس الجمهوريه. انت منها استاذ ساره، كلمه اخيره. بنطلب مقابله الرئيس يا فندم. احنا عارفين ان هو زي ما وقف جنب البلد تمام. وهو واقف جنب البلد وواقف جنب الشباب، يقف جنبنا، وبنطلب ان احنا نقابله. بنطلب مقابله الرئيس. طيب مشاهدينا الكرام، يمكن وقت انتهى، ولكن عرضنا مشكله بمنتهى الامانه والله. الشباب كلهم اخواتنا، كلهم نتمنى لهم الخير، شباب مصر في الاول وفي الاخر. كان في يفترض معايا الاستاذه او الدكتوره منى ابو هشيمه، كانت طلبت مني يكون معايا الاستاذ محمد، عنده من ذوي الاحتياجات الخاصه وعنده مشكله في سوهاج، لكن نظرا لضيق الوقت هاجل الحديث عنها للاسبوع القادم. ولكن نداء ومناجده للسيد رئيس الجمهوريه ولكل المسؤولين، الشباب دول تعاملوا مع الدولة ومع مؤسسات الدولة، تحملوا سفر، دفعوا فلوس وإن كانت قليلة، مسابقة من قبل الدولة، جالهم التعيين. أنا مش بتكلم على النيابة الإدارية فقط ولا قرار 260 فقط، أنا بتكلم على كل المسابقات. يا ترى إلى إمتى تستمر عدم ظهور هذه النتائج والشباب كله على أمل؟ ويمكن الأستاذة سارة قالت في كلامها إن اللي كان عنده 38 سنة بعد أربع سنوات بقت 42 سنة. الاستاذ بوشوي قال ان احنا سبت شغلي الخاص وقعدت بيه. الاستاذه هدى في مكالمتها قالت هم ما اعتقلوش في المره الاخيره دي، ولكن كلهم معتقلين في بيوتهم لعدم وجود شغل. بعض القنوات ومش عايز اقول اسمها ولا مذيعين اللي هم كارهين لمصر ويصدر مشاكل في مصر، اخذ الموقف ان هم راحوا يسالوا في عند النيابه الاداريه وقال ان هم عملوا مظاهرات وتم اعتقالهم. ولكن الشباب حبيت اخذهم معايا النهارده واقول هم الشباب اللي كانوا موجودين اللي هم ما عملوش مظاهره، هم كانوا رايحين يسالوا، ولما راحوا القسم وعرف ان عندهم قضايا ومعاهم حكم محكمه، القسم قال لهم اتفضلوا ولم يتم اعتقالهم. لكن عايزين نحتوي المشكله، معظم النار من مستصغر الشرر. الشباب مصري وبيحب مصر وكلنا بنحب مصر، واحنا في توقيت جميل جدا جدا، مصر ثابته تثبت للعالم كله انها قويه. سد النهضه لم يملا زي ما قيل من كام يوم، قالوا خلاص سد بدا ملء السد الى حتى هذه اللحظه ولن يملا ان شاء الله. وقالوا ان خلاص تركيا تدخل تريد ان اليوم او بكره او بعد ساعات، ما دخلتش. صدقوني لا السد هيبنى ولا تركيا تتجاوز الخط، مصر في حفظ الله. جيش مصر قوي يا جماعه، جيش مصر عقيده، جيش مصر. وهتقول لي نص مليون ولا مليون؟ جيش مصر 100 مليون، كلنا فداء لمصر. والله انا كل انسان يكره مصر ويتمنى الشر لمصر ويفعل امورا تسيء لمصر، اقول والله سيرى ندما ان لم يكن في الدنيا فيكن في الاخره. مشاهدينا الكرام، الى ان التقي بحضراتكم
غدا الى ان تلقى حضرتكم في الاسبوع القادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في كل مجال ندرس فكر مع فكره، حياتنا نعيشها بالامل، ونرسم حلمنا لبكره، نسافر رحله الايام نحقق فرحه ال